مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. دوري الأمم الأوروبية، إيش هالبطولة؟ السلام عليكم. طبعا دوري الأمم الأوروبية الكثير يسأل عن هالبطولة، إيش سالفتها وإيش قصتها. هذه البطولة من تنظيم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتضم 55 منتخب اللي تابعين تحت مظلة هذا المنتخب. البطولة هذه للرجال، أيوة بس للرجال، والبطولة انطلقت في سبتمبر 2018. بس إيش الفائدة من هذه البطولة؟ اللي يسأل عن الفائدة في هذه البطولة قوة المنافسة. يعني ما راح نشوف مباريات ودية بسيطة وعادية وكل حد يلعب في الاحتياط. في هذه البطولة لازم تلعب بالفريق الأول عشان تتنافس وما تخسر من الفريق المنافس حالك. فمجموعة إسبانيا وإنجلترا فيها تحدي كبير، مجموعة فرنسا وألمانيا أيضا فيها تحدي خاص من نوعه. عشان كذا صارت هالبطولة، عشان تعمل هذا التنافس بين الفرق الأوروبية المختلفة. بس ما أتوقع بيكون في ذاك الحماس في البطولة. طبعاً اللي يسأل عن الحماس في البطولة بدأ من أول جولة. إنجلترا تنهزم على أرضها من إسبانيا، فرنسا وألمانيا تعادل سلبي لكن مباراة قوية جداً. أيضاً نظام الصعود والهبوط هذا نظام جداً جميل وجداً رائع. أيضاً الإياب والذهاب راح يخلق نوع من التحدي الخطير بين الفرق الأوروبية. نحن نتمنى التوفيق لكل المنتخبات وننتظر بطولة على مستوى عالي بإذن الله تعالى. الحين راح نسألكم أنتم، إيش رأيكم في هذه البطولة، في نظامها، في المنتخبات اللي مشاركة فيها؟ اكتبوا رأيكم في الكومنت تحت وتابعونا في الحلقة القادمة من برنامج فاصل رياضي.